طبعا النهارده اول يوم هناخد من الفراخ بتاعتنا اللي احنا كنا مربينها في البطاريه بتاعته ده مع عبد الرحمن. طبعا عبد الرحمن بقى تنقلنا فرخه سمينه كده نفطروا بيها، انا همسك لك الغطا من فوق اهو، وانت نقلنا فرخه بقى حلوه كده. الديك ده حلو اهو، ولا تصبر عليهم شويه؟ ها؟ ده حلو. هاتي. هاتي. بس هاتي. بس يا ريكسي بقى سكر. بس يا ريكسي اقعد ساكت. مش عارف مش هطلع. طيب. هل بقى امسك كده اجيبه لي تاني؟ ما ده حلو. لا هات اللي انا نقيته. نقيته هناك ده. لجوه ولا ده؟ ماشي حلو. بالراحة بالراحة. بسم الله ما شاء الله. لا ده حلو، ده يزيد عن الاتنين كيلو. بسم الله ما شاء الله. حلو انتهي كمان البكر. فبسم الله ما شاء الله. انا عايز اقول لكم الاداء في البطاريه بصراحه، يعني شايفين النظافه، نظافه الريش، الصدر، الفراخ نظيفه زي الفل، مفيش اي حاجه خالص. تربيه في البطاريه يا جماعه يعني احسن من التربيه على الارض مليون مره. يلا مش تربيه النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف الخلق اجمعين. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. قبل ما نبدا الفيديو لازم ندعي لاخواتنا، اللهم انصرهم، اللهم خفف عنهم يا رب العالمين، اللهم فك كربهم يا رب، اللهم احشرنا معهم يا رب العالمين. النهارده فيديو جميل جدا. كان معظم متابعي القناه قالوا لي يا ابو عبد الرحمن انت محتاج كمان والزنتاي مع الذكر الموجود عندك. النهارده جات لنا والزنتاي هديه جميله جدا من صديق القناه احمد. احمد طبعا يعني من الناس اللي بعتز بهم جدا وبعتز بصداقتهم جدا، وجاب لنا كمان ذكر زقزق بلدي هديه ان كان من الانتاج اللي كان واخده من عندي. النهارده فيديو جميل جدا مليء بالمفاجآت، والمغامره بتاعتنا النهارده تبدا من الصباح الباكر حتى المساء. بس قبل ما نبدا الفيديو ما ننساش ابدا اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس للناس اللي ما اشتركتش، ويلا بينا مع بعض. ده يا دوزه دي صغيره في السن يا احمد. ايه يا من اللي انا كنت مرمك صغيرين؟ ثلاثة وبعدين اسبوع قول لي 13 الثلاثة يا 13 ولا 4 مات فاضل 9 يا راجل. ايه والله 13 دي انتبه اللي انا مديهم لك ولا ده ذكر؟ لا من اللي مولودين اول مرة عندي. ده ذكر من مولودين اول مرة اتولد بعدهم. ده الذكر ده مش عارف بقى يا احمد الذكر اللي عندي هيستقبله ولا هيمسكه يقتله. تعال نشوف. بس يا ريت بس عايز يبلع. بسم الله مش عارف ده رد فعل غريب عنه هيبقى ايه. ربنا يستر. ما تفهمش بس ده ذكر ولا ذكر؟ ما عشان يبقى عندك ثلاثة من العادي ماشي. لا كلامك انت صح. اختلط بيهم اهو. مختلط بيه وما مش عارفين غريب هيعمل معايا اصلا. ده بيعشر الميتاد او بيعشر امه. ما هو غريب اهو، غريب طالع له. مش واضح. مش هيعرفه. لا. هو التاني راح فين؟ انا مش عارف. اهو تحت اهو 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 اللي هناك. اهو. حطه له كده. استنى كده نشوف. طنشه طنشه ولا اعمل له حاجه. احترم غريب.
استنى كده. يعني الزوزو اللي عندك يا احمد زي اللي عندي هنا دي. ايوه بس الشعر عارف ده. عارف اللي انت مداها متوسط الشعر دي؟ اه. ولدت اول مره اتنين زيها بالظبط، تاني مره ما ولدتش زي دي. طلعوا عاديين. شوف يا عبده كده بيبدا يشم ميه يا عبده. مش هيعمل مش عارفين بقى يعمل له ايه. ربنا يستر ويتقبله. لا كده خلاص كده. خلاص. خلاص بص كده على الوزه. ما عندوش مشاكل. لا. يلا ريس يلا بينا نشوف الوز ده. مش عارف. نسيت. هتلاقي عبد بص على الوز كده. بسم الله ما شاء الله. ربنا يسهل الحلوة تتأخر مع الباقة. صغيرة يعني. هي نفس النوعية اللي عندي. هي عارف ان لا مش الذكر، اخت النتام والام. اه اخت النتام. بس هي نفس النوعية. هي انا لو كنت متشرف كنت شارن تيتك برضه من نفس اللي مش شارن. كده بقى عندنا تيتين وذكر، ده كده زي الفل. ده كده زي الفل. يعني بتوع كلهم طالعة بتاعت السبعة. السبعة طالعة من كلهم. يلا يا عبد الشكر. شكرا جدا يا احمد على الهديه الجميله دايما يا احمد. هيكونوا بقى بطاريات. عين واحد من عندهم. عين واحد من الشارع. هيكتلوا النتاع يا عم. عارفه الصوره دي. لا 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 ده ده فين يا رايح له؟ قول له انت مين انك تعمل ايه؟ يلا بينا. شكرا. يلا مساء الخير على كل متابعين القناه. بحب اشكر متابعين القناه اللي قالوا لي يا ابو عبد الرحمن حط الدجاج الهندي مع بعضه، وقالوا لي انت عندك يعني من قوه الملاحظه بتاعتكم انتوا لاحظتوا ان في دجاجه هنديه مع الفراخ البياض. فعلا في دجاجه هنديه مع الفراخ البياض. هناخدوها دلوقتي نحطوها مع الدجاج الهندي، ولكن قبل كده قبل كل ده الحمد لله رب العالمين ربنا اكرمنا وعندنا فرخه من فراخ الهند رقدت فعلا على البيض. هناخدوها دلوقتي نعملها عمليه نقل. بس يا ريس تعالى. ومجهز السبت. نخش بس بالراحه عشان الدجاج الغيني نايم في المنطقه اللي انا المفروض احط فيها الفرخه. فهنزقه كده بالراحه. خد بالك لا يطير. لا بلاش كده. لا نص جناح مش هيقدر يطير. بسم الله. ماشي راح كده. وفي تحت. بسم الله الرحمن الرحيم.
بص في فرخه هنا، في فرخه في اثنين الفرخه دي اثنين يا اصلي. تعالوا مع بعض بقى نجيبوا الفرخة ونجيبوا البيض بتاعها. بسم الله الرحمن الرحيم. لبان ده وصل طبعا، انا كنت مجهز هنا من كنت منبع على ام عبد الرحمن ما تاخدش البيض الفراخ الفيومي، وده بيض الفراخ الفيومي، هنحط له الفرخة الهندي التانية وباذن الله ترقد عليه برضه. بسم الله ما شاء الله عليه. لاحظ ان البيض المره دي اصغر من بيض الفراخ اللي قبل كده، هوريه لكم دلوقتي، نعمل مقارنه بينه وبين البيض الفراخ الفيومي ولو فرق كبير، يمكن دي عشان اول مره يبيضوا. طبعا البيض هنا صغير خالص، حجمه اصغر من كل مره، يمكن عشان الفراخ اول مره تبيض. تعالوا كده نعمل مقارنه بينه وبين الفيومي، فرق جامد. فيومي اكبر، اكبر عشان اكبر في السن. ماشي، دي اول مره نحط لها البيض وباذن الله تبقى بسلام باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هي فعلا قاعده في السبته خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. فاضل بقى ايه؟ تعالى كده مع عبد الرحمن جوه. عشان نبدا بقى دورة انتاجية جديدة. بس على يلا. يعني بيضربوها بالليل. بتنضرب. بتنضرب يا منعم. مش مشكلة دلوقتي. خلاص سيبها.
احنا عندنا بس كتكوتين الامارات، امارين دول كتكوتين امارين، شايف هجيبهم ازاي دول؟ مشيهم بعصايه او حاجه. خد 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 ده ماشي ارحم شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. كتكوتين كتكوتين بصراحة جمال 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 زيادة عن اللزوم، عاجبني قوي. يلا امسكهم بسرعة بقى بإيدك، واحد واحد بقى مش مشكلة. هو جاي لها بس انا هضلم عليها عشان ما تضربهمش. لا مش هتضرب، ده دجاج الهندي حنين. خد بالك من ضوء. متخافيش متخافيش متخافيش. طب اقفل عليهم بسرعة. نزل ال انت بتعمل ايه يا بند عندي؟ وبصطاد ايه؟ بيلعب بيلعب. بندا بلا بلو تعال تعال. امه بيلعب مع امه. بلو بلو حسن. يعني عندي امل ان الفرخه الهندي الثانيه ترد على البيض الفيومي. تعال بقى مع بعض نجيب الفرخه الهندي دي، لان فعلا مستواها عالي. يمكن دي اعلى مستوى عندي في الفراخ الهندي. وزنها بسم الله ما شاء الله، وزنها ممتاز جدا، ولونها كمان لونها جميل جميل قوي. كده الحمد لله نقلنا الفراخ، نقلنا الكتاكيت. الوز نشيط بالليل، يعني الحاجات الملحوظه اللي لاحظتها ان البط والوز نشاطه بالليل اكتر كمان بالنهار. بسم الله ما شاء الله. الفرخه اللي احنا ذبحناها النهارده، ايوه، والكوسه والرز المشهور عندنا في محافظه البحيره بنسموه الدس. ده فطارنا البسيط، ومتشكرين جدا لمتابعي القناه اللي كتبوا لي يا ابو عبد الرحمن عايزين نشوف فطاركم. طبعا زي ما انتم شايفين فطار بسيط جدا، ما فيهوش اي تكلفه ولا اي شيء. ناس بتقول يعني انتم مكلفين، اه فطارنا زي ما انتم شايفين اهوت، رز كوسه سلطه والمشروب اليومي بتاعنا اللي هو الكركديه. وكل سنه وانتم طيبين، ما تحرمش منكم ابدا حبايبي الغاليين.